ملك فهد فهد عندك. انا والله اللي شفت هذا المقطع واخد من عدد اشتراكات ولايكات بكثير يعني. يلا نشوف المقطع. ولا دقيقة قبل لا تروحون لا تنسون اللايك والاشتراك، هذا شيء مهم. تكفون يعني اشتركوا، نحاول نوصل يعني اي والله نحاول نوصل يعني ابي اوصل 110 حاليا يعني عشان يعني ازود مشتركين. وهذا الاشتراك بس زر الاشتراك يسعدني، ما يحتاج عادي لو ما تحط لايك عادي لا تحط لايك، بس يعني الله يسعدك يعني اشترك. وبس الحين ننتظر يدخلنا. علي 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 رح تكفى. اوكي انا وياك فهد ابيض. طبعا يا جماعه هو دخلنا لكن دخلنا مع واحد فعلي علي راح يكون مع هذا القطوه. تعال 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 فهد ابيض. فيعني معليش يا علي بس انا راح تكون معه. تعال 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 انا وياك فهد هنا. تعال تعال يعني. واحد راح يجت مية علي ترى أمام القطوة هيك ترى أعطيتها هيل ترى وحش. طيب عن الحين تو شفتوا الهيد يعني كل واحد أعطى هيد، فهد أعطى هيد وأنا أعطيت هيد القطوة. هذا مسكين ما حد دخل معه إلا يعني خوينا. علي وش شعورك اول ما ظهرت معانا في القناه؟ صح في صوت عندي عندي يوم نزلوا عندي. مية وخمسة وثمانين هذا هيتشوت حرام والله 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 كان عكس. هو حرام بنا يا بقية بكل مدنة لكن هذا أبي مدمج هو. افتح خلاص عاد خلاص خلاص. اوه هيتشوت بالمقطع هذا يعني راح تشوفون هيتشوتات كثيره ان شاء الله. يصلحني يصلحكم. لا رب الكعبة معك بالله. عندي يوم اثنينهم عندي يوم اثنينهم في فينا واحد فينا واحد معك عندك عندك. طب علي طب علي القطوة 116 والله ربي 116 ونجتهد أن نفوز عليهم بإذن الله. إبراهيم
اللي عندي 142 هيد شوت. هذا هديها شوي، هديها لان الكرسي بينشق تحتك من كثر ما انت شاد عليها. ليه؟ وين هذا؟ ايوه عندي 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 القطوة دمجني. قطعين رزاق وبي مدمج، حرام والله انه مدمج والله 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 يا شو اسمه فد كل مدمج مرة. هذا يا ليت انا وقته خلاص لقيت الحين بعرق بعرق. والله والله انه انتي ون ملك فد فد عندك. بس المقطع هاي هاي يا امك يا والله 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 خرب الفيديو. خلاص طبعا يا جماعة الفوز لهم، يبأسون هذولي ها قطعين الأرزاق. والله والله أنهم صدق سلك. والله مبروك. كان هذا هو مقطعنا، ان شاء الله ينال على اعجابكم. لا تنسون اللايك والاشتراك وبيس اوت.